احنا راه الكاملين تمنينا كون نادي القنيطري يصعد معنا حتى هو، مي ما اكتشفت الاقدار اننا بدلنا النادي لدواعي لا داعي اننا نذكروها دابا. دونك جينا للزمام راه فريق اللي حتى هو غادي وتيكبر حتى هو، يا حققنا الصعود. هاد الصعود جرى طبعا راجع عبر مجهودات كبيره، النادي من جميع النواحي راه مهيكل، هو اللي خول ان هاد الصعود هذا يتم. وان شاء الله احنا راه القادمه ان شاء الله راه هذه راه خطوه وباقي مجموعه من الخطوات ان شاء الله اللي المستقبل راه غادي ندرسوها ان شاء الله. والنادي ان شاء الله راه دابا راه صعب، وان شاء الله راه تيامل انه فهمتيني انه يقدم مقابلات كبيره في القسم الوطني الاول، خصوصا اننا كنشوفوا نماذج ديال يوسفيات برشيد مثلا ولا فرق اللي حديثه ولينا كنشوفوها في القسم الوطني الاول، وما بقاش هادشي كيبان انه راه غريب. المغرب بدا تيتعود على هادشي هذا، دونك نهضه الزمام راه ما هو الا نموذج يحتذى به. مدينه صغيره بحلم كبير حققت انها الصعود، يمكن هذا راه هو كما تنقولوا حنايا هو حدث القرن، هو هذا هو الصعود ديال نهضه الزمام. النادي القنيطري صراحه نادي كبير، مي في هاد السنوات الاخرى راه فقد البارق ديالو، بقيناش كنعرفوا الكاك اللي كانت قديمه من جميع النواحي. المشكل اللي كاين مشكل مادي باش نكونوا واقعيين، النادي القنيطري ما بقاش كتعيش ديك الظروف اللي كانت تعيشها شحال هادي. الفريق راه كما تنقولوا راه في افلاس، النادي راه ما بقاش قاد انه يلعب على لامونتي، من غير هذاك الشيء كيبقى غاب بحال اللي كيوهموا الجمهور وصافي. يعني باش النادي راه كيعيش ازمه خانقه، وهذا الشيء هذا راه الدراري يهضروا عليه اللي كيلعبوا في النادي حاليا. انا عشت الموسم اللي الفايت والفريق نجاب اعجوبه باش نكونوا واقعيين، ما كانت حتى شي حاجه. هذا الزمام راه فريق راه النتائج ديالو كتحدث عليه، راه ما يمكنش باركور ان هذا الباركور اللي دارت هذا الزمام راه 22 ماتش سكسيزيف ما خسراتش، راه شي حاجه اللي ما يمكنش في بطولات راه سنوات ما تحققاتش، راه ركور هذا راه تاريخ تيتكتب. ونهضة الزمام راه طبعا فريق راه مهيكل كما تنقولوا، مسائل الماديه راه فايت النادي القنيطري شخصيا حاليا، راه فايت النادي القنيطري رغم ان النادي القنيطري عنده تاريخ، الا راه يعني نهضة الزمام راه فايتو بزاف يعني حاليا. الحمد لله اليوم مكونات نهضة الزمام راه كامله فرحانه بتحقيق الصعود، وكنتاسفوا للفريق النادي القنيطري، كنتاسفوا له على ضياع فرصة ديال تحقيق الصعود. الحمد لله نهضة الزمام راه غادي بار ايطاب بار ايطاب شوية، والحمد لله حققنا الصعود، هذاك هو الإنجاز الكبير للفريق نهضة الزمام. أيوب، واش ما كتشوفش أن عدم الاعتماد على أبناء المدرسة ديال النادي القنيطري من الأسباب اللي خلات النادي القنيطري ما يحققش الأهداف ديال الجماهير ديال حلال أبروج خاصة؟ كما هذا الشيء سي عمر، هذا الشيء راه كاين في فريق النادي القنيطري. النادي القنيطري من ما بقاش كيعتمد على أبناء المدينة، الفريق شوية ما بقاش غادي مزيان، والمشاكل المادية زعما كتفرض ابناء المدينه يلعبوا، ابناء المدينه هما اللي يصبروا. واخا كما كنهضروا واخا بزيرو درهم ابناء المدينه غيكملوا معاك.